شكراً دولة الرئيس. أكرر تعزية للشعب المصري وفي وفيات الأمس في الحدث الأليم، وتمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين بإذن الله. الحقيقة احنا تم إبلاغ هيئة الإسعاف المصرية الساعة 12:04 ظهر أمس بوقوع هذا الحادث. خلال أقل من 5 دقائق وصلت أول عربية إسعاف. تم ضخ 105 عربية إسعاف، منهم 46 من مرفق أو من فرع محافظة سوهاج، وباقي ال 105 من المحافظات المجاورة، للتمكن من الإخلاء الأمثل والآمن للحالات في وقت قياسي. الحقيقة واشتغلنا على الإخلاء في محافظات سوهاج وأسيوط وبعض مستشفيات محافظة إنا. الحقيقة اشترك في النقل طبعا عدد من الأهالي، وأنا بتقدم لهم بالشكر على مبادرة الأهالي، سواء كان بنقل المصابين والمتوفين أو بالتبرع بالدم. ولكن احنا ضخينا 3000 كيس دم بالإضافة لل 3400 من دم وبلازما كانوا موجودين في نقل الدم الإقليمي في المحافظة. النهاردة بعد ما دققنا الإصابات والوفيات، ولأن 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من خلال الأهالي، منهم 20 كانوا في حالة غيبوبة تامة نتيجة إصابات في الرأس أو إصابات في الرأس معها نزيف داخلي، فكان الإبلاغ في مكان الحادث إنها جسامين. والحقيقة بعد ما قام فريق من وزارة الصحة والنيابة العامة وكل الأجهزة والسيد المحافظ لفينا على كل المستشفيات ودققنا في الثلاث محافظات، فالإصابات حتى هذه اللحظة 185 إصابة، والوفيات الجثامين الكاملة 19 جثمان، وثلاث أكياس أشلاء متفرقين في ثلاث مستشفيات. وإن ده حتى هذه اللحظة الوفيات اللي حصلت والإصابات. طبعا ارتفاع عدد الإصابات هو نتيجة إن الحالات اللي كان الأهالي مبلغة عنها إنها وفاة وإنها جثة هامدة في الموقع، بعد التدقيق وبعد ما شفناهم في كافة المستشفيات كانوا في غيبوبة تامة. النهارده بنتكلم كده على 185 اصابه و19 وفاه وثلاث جسامين. وطبعا يعني قمنا النهارده برضو يعني خبر ان 90 حاله من الاصابات تم خروجها بسلام من وشفاء تام من المستشفيات، ويتوقع خروج مش اقل من 30 النهارده. وبالتالي ان شاء الله معظم الاصابات، طبعا 116 إصابة كسور في العظام و49 جراحات مختلفة و20 كانوا في غيبوبة تامة وما بعد الارتجاج. التدخل الجراحي تم ل 11 حالة من المصابين، وتم نقل 3 حالات جراحات دقيقة إلى معهد ناصر بالأمس. نسقنا مع وزارة الدفاع بتكليف من السيد الرئيس لنقل الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات من القاهرة، وده تم الحمد لله. ومن خلال برضو المجهود الحربي قدرنا إن احنا نجيب الثلاث حالات من سوهاج، وتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل. ديت آخر إحصائيات عندنا، ولو في جديد إن شاء الله هنطلعكم بإذن الله. شكرا يا فندم. شكرا معالي الوزيرة. شكرا معالي الوزيرة. معالي وزير النقل. شكرا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا في البداية بقدم تعزية لأهالي الضحايا، وبتمنى الصحة والشفاء العاجل لكل المصابين، وبقدم اعتذاري وأسفي أنا ومعايا كل العاملين في السكة الحديد عن هذا الحادث الأليم اللي ربنا إن شاء الله يقدرنا ولا يكرر تاني إن شاء الله. أنا مش هتكلم عن إزاي حصل الحادث، ولأن الكلام ده في إيد السيد النائب العام وهيعلن كل التفاصيل عشان ما نسبقش الأحداث ونأثر على مسار التحقيق. أنا بس هتكلم في خطة تطوير السكة الحديد الحالية، واحنا بنعمل ايه وايه اللي مستهدفينه وايه اللي هنعمله بعد الحادث ان شاء الله باذن الله. احنا تطوير السكه الحديد منذ ان يعني كلفني السيد الرئيس بحقيبه وزاره النقل في حكومه الدكتور مصطفى مدبولي، احنا كان تم رصد حوالي 225 مليار جنيه مصري لتطوير
شبكه سكه الحي الحاليه اللي هي 10,000 كيلومتر طولي، ده من اجمالي تقريبا 1.5 تريليون مرصوده لكل قطاعات وزاره النقل. بالاضافه طبعا دي شبكه سكه الحي الحاليه اللي هم 10,000 كيلو، بالاضافه طبعا لشبكه قطار سريع من 3 خطوط كهرباء باجمالي تقريبا 1800 كيلو بتكلفه ماليه تصل حتى 360 مليار جنيه بالتوازي مع تطوير الشبكه الحاليه. ال 225 مليار دول تقريبا انشاء وازدواج خطوط حاليه وجديده حوالي 73 مليار وشويه، استيراد جرارات وعربات جديده وتطوير اللي موجود عندنا حوالي داخله في حوالي 48 مليار، تطوير السكه بقى والمحطات والمزلقانات ده حوالي 23.5 مليار، تطوير الاشارات اللي هي موضوعنا النهارده وموضوع السكه الحرير ان شاء الله حوالي 46.8 مليار، بالإضافة إلى تجديد وفحص السكة والمكن الجديد بحوالي 27 مليار، بالإضافة لموضوع مهم جدا هو تطوير العامل البشري والعناية به حوالي 5 مليار. الخطة دي كانت بتشمل 3 مراحل، مرحلة عجلة منها ودي كانت بتستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتجديد وتطوير الورش وإنشاء معهد وردان للنهوض بالعامل البشري وتخريج كوادر فنية جديدة قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها وتأمينها، وده انتهت فعلا في 30/6/20. المرحلة الأولى من التطوير بقى الشامل وتنتهي في 30/6/22، ودي بتشمل بقى الانتهاء من تدبير الجرارات الجديدة المتعاقد عليها اللي هم المرحلة الأولى حوالي 110 جرار وتطوير 81 جرار الحاليين الجنرال إلكتريك، ثم توريد 6 قطارات أسبانيا تبدأ توصل إن شاء الله اعتبارا من يوليو القادم، ثم توريد ال 1300 عربية الروس الجديدة وتطوير ال 3000 عربية اللي موجودة عندنا، علشان إن شاء الله بإذن الله نصل في نهاية هذا العام ان ما يكونش عندنا لا عربية قديمة ولا عربية مش متطورة، يعني كله يا اما عربات روس جديدة يا اما عربيات ال 3000 عربية القديمة اللي عندنا نكون انتهينا من تطويرهم ان شاء الله. الموضوع المهم هو تطوير الاشارات على الخطوط، خطوط السكة. احنا عندنا 3 خطوط رئيسية تقريبا اجمالها حوالي 2000 كيلو، القاهرة اسوان والقاهرة اسكندرية وبنها بورسعيد، دول اللي احنا شغالين فيهم دلوقتي، شغالة فيها 3 شركات عالمية مع شركات مصرية متخصصة، ان شاء الله دول باذن الله هيخلصوا بالكامل في يعني 30/6/22، ودول هيبقوا خطوط ان شاء الله باذن الله امنه بالكامل بواسطة المعدات اللي هتستخدم فيهم دون طبعا تدخل العامل البشري. الأسبقية الثانية اللي هتنتهي في نص 24 دي بتشمل بقى بقية الجرارات اللي هم 260 جرار وبقية العربيات و1000 عربية بضاعة و200 عربية نوم، بالإضافة إلى ازدواج وتطوير جميع خطوط السكة الباقية اللي هم ال 8000 كيلو الباقيين اللي هي خطوط الضواحي. احنا دلوقتي بنعمل الخطوط الرئيسية ثم هنخش بعد كده خطوط الضواحي زي شبين ومنوف وطنطا وميت غمر والمنصورة ودمياط، كل الخطوط اللي هي خطوط الضواحي دي اللي هم 8000 كيلو ان شاء الله باذن الله وبقيه المزلقانات وبقيه المحطات تنتهي في منتصف 24 ان شاء الله باذن الله. دي تقريبا الشبكه القديمه ان شاء الله باذن الله بدخول القطار بقى السريع الخدمه برضه يعني في منتصف 24 ده هيشيل جزء كبير جدا على الخطوط الحاليه وخاصه خط زي خط الصعيد، خط الصعيد دلوقتي بيخدم كل محطات كل خطوط الصعيد وكل محافظات الصعيد وهو خط واحد موازي لنهر النيل، بيعدي على كل المراكز وكل القرى وكل المحافظات اللي موجوده على نهر النيل ومطلوب انه يتوقف فيها ومطلوب انه يخدم كل هذا الكم الهائل من البشر اثناء تحركهم. طبعا لما القطار السريع يمشي في الظهير الصحراوي لهذه المدن ويشيل بقى اللي بتحرك من محافظات لمحافظات وحتى برضه من المراكز لمراكز هيدي فرصه شويه ان احنا نشيل ونحسن الخدمه اللي بتحركوا من المراكز للمراكز ومن القرى للمراكز ان شاء الله باذن الله. طيب هنعمل ايه دلوقتي واحنا بنطور السكه الحرير؟ زي ما قلت ان احنا هنخلص الثلاث خطوط الرئيسيه في نص 22 وبقيه الشبكه كلها 24. احنا ما قدمناش غير حاجه من اتنين دلوقتي، احنا كنا في الفتره اللي فاتت بنحاول نوائم ما بين متطلبات التشغيل وعشان الناس ما تتاخرش، احنا لما شغلنا الاجهزه عشان نسيطر على المسير القطارات ونتحكم فيها بشكل اوتوماتيك وما يحصلش اي حوادث، الناس تأففت وزعلت وقالت ان احنا كده بنتاخر عن مصالحنا وبنتاخر عن اشغالنا، فلا فطبعا اضطرينا ان احنا يعني نسهل شويه ونتغاضى شويه عن بعض الامور الحوكمه.